سيمانتك ميدياتر او اللي هي زي نربط كل واحد بضل الداتا عنده، نعمل لوكال سكيمز وبعدين بنعمل جلوبال سكيما. مزبوط. هلا هاتوا نشوف الداتا هاي شو الفارق لما نشوفها، نسميها جلوبال از فيو انتجريشن او لوكال از فيو انتجريشن. طيب شو يعني جلوبال از فيو؟ من اسمها انه انا بشوف عندي 100 داتابيس، 100 داتابيس هيك تخيل، مش اثنتين احسن. هلا انت عندك 100 داتابيس وبدنا نشوف في يعني تخيل مثلا احنا عندنا الوزارات والسلطات والغرف التجاريه والبلديات وال وال وال, وال. واعطيناك هذه اللي الداتابيسز على اساس انك تعملها انتجريشن. شفت انت وكل الداتا لازم تضل في هاي المؤسسات، يعني مش بتاخذهم بتلغي السكيم. فانت بدك تعمل في كل واحد بتشوف اللوكال سكيمز تبعتها. مزبوط. وكنا كمان في شيء جلوبال سكيما، ونربط الجلوبال سكيما في ايش؟ في اللوكال. وهذول اللينكس شو سميناهم المره الماضيه؟ كروس باوندنسز. والكروس باوندنس كنا هي عباره عن كويريز. مزبوط. طيب اللي هي المابينج. الفيرتشوال انتجريشن يعني انه يكون سيمانتك ميدياتر بالنص. هلا شو يعني اللوكال الجلوبال از فيو؟ الجلوبال از فيو احنا هون نركز على عمليه المابينج، انه ماب از ا سيت اوف كويريز. المابينج سيت اوف كويريز اون لوكال سورسز، يعني في سيت اوف كويريز من وين على وين نضربها؟ على اللوكال. ذات كونتينز ايش؟ ريال داتا. طيب وان فور ايتش element G on the global schema. كيف يعني؟ كل element في الجلوبال سكيما نعمل مثلا، نفترض عنا بدنا نوحد هيك زي ما قلت المثال هلا، databases من الوزارات ومن البلديات ومن الغرف التجارية وإلى آخره، وإحنا بدنا نجمع كل الداتا عن الناس. بدنا إيش؟ في مؤسسة ممكن يكونوا مرضى، في مؤسسة ثانية ممكن يكونوا مواطنين، في مؤسسة ثالثة ممكن يكون مسجونين، في مؤسسة رابعة ممكن يكونوا شوفيرية سيارات، في مؤسسة خام نعرفش. بس احنا بدنا نجمع داتا عن هيك كل الناس. فاحنا ايش بنساوي؟ ممكن نعمل سكيما جلوبال سكيما. الجلوبال سكيما هون احنا بنروح نصممها، نصممها وايش بنساوي؟ بنربطها باللوكال سكيمز. يعني احنا مندور بجوز بس على اسم الواحد وعلى مكان وعلى الادرس تبعه وعلى كديش الاولاد واهله واهل المجر. فكل اليمنت في الجلوبال سكيما، كل اليمنت شو يعني اليمنت هون؟ زي انتيتي او زي كلاس او زي بنربطه مع ايش؟ مع اللوكال سكيمز بكويريز، سيت اوف كويريز. هذا هو ايش؟ الجلوبال از فيو. طب such queries can be expressed in SQL او formal language، بس احنا هنا بنحكي على اهم شيء SQL commands. يعني كل G اللي هي element في الجلوبال سكيما في مجموعة من الكويريز اللي احنا بنجمع الداتا فيها. This means that the mapping tells us exactly how the element G is compound from the local sources. واضحة يا بشرة؟ طيب شو الفرق بين الجلوبال الجلوبال از فيو واللوكال از فيو؟ طيب هلا اللوكال كيف؟ ما هو برضو فيها جلوبال سكيما اللوكال. هلا منقول سيت هاي المابينج في اللوكال از فيو از ا سيت اوف كويريز اون جلوبال سكيما. كيف؟ يعني
that contains virtual data. One for each local source. شو يعني for each local source؟ شو هي معناها؟ زي الداتابيس لينكس. ما؟ كمان مرة؟ داتابيس لينكس. كيف يعني؟ يعني تفعل قبل الداتابيس لينكس زي من الاسكيوال كمان مرة بدنا سلام ترد اشرح لنا اياها كمان مرة. انه يكون عندك اكثر من داتابيس. شو بتكتب على الجلوبال؟ الجاف الجاف انت بتتعامل مع وحده كامله كل شيء يومي مشبوكه مع الكل. يعني انا لما بدي اعمل كويري هيك السؤال، انا لما بدي اعمل كويري هون شو بساوي؟ بعمل كويري وكانها الداتابيس تبعت الشيء هي الجلوبال، وبنقول اعمل ترانزليشن من هاي الكويري ل طيب هذيك واضحه. طيب هلا هات نشوف اكزامبل. في عنا طلعي هون يا بشرى، في عنا سورس اس 1 كونتينز ا فير سيت اوف بروفيسورز، في عنا هون سكيما اس 1 نيم وايج، هاي اول سكيما. في عنا سورس ثاني في اس 1 نيم وايج، Source 2 contains a second set of professors also. Oh, هاي S2. Sorry, أنا متأسف. هاي S2. هاي S2. طيب. فهاي في عنا هون. بS1 في عنا النيم. عنا خالد. كديش عمره؟ 24. ومنية؟ 51. طيب. وبعدين هون في الثانية. برضو نيم وإيج. ليلى. 56. وخالد. خالد عمره كديش؟ 24. بس ليلى عمرها 56. مليح. هلا جلوبال سكيما، افرض انا بدي اعمل بروفيسور بسميه نيم وايج. طيب هات هلا اكسبكتد اكستنشن، الاكسبكتد داتا لما اعملها اجريجيشن، فشو صار عندي؟ خالد قديش؟ خالد 24. ومنير 51، وليلى 56. طيب ليتس ديفاين ذا جلوبال سكيما سكيمز از فيوز اون data sources. هلا نعمل ايش؟ هاي طلعوا كيف؟ اعمل create view as بدنا name as name، وهاي ال age as age. من وين؟ من s1 ويونيون من s2. طيب the extension of this view is. هلا هاي على فكرة شايفين هاي اللي عملت المابينج، مش كنا هون، ارجع لكم هون شو كنا؟ one for each element in g في الـ SQL، اللي هي هاي، إنه أنا هاي عندي إليمنت وهاي إليمنت، وأخذتهم حطيتهم في الـ مع في البروف، وبعدين وهاي نفس الإشي يعني عملية المابينج. طيب كنا this view is called exact because it is exactly equal to the expected extension. طيب هات نشوف. هلا let's query. We want to query the global schema. ضع هاي شيء هي to query the global schema to extract names of professors that are older than 50 سنة. نعمل query على Livio للي عمره أكثر من 50 سنة. هلا شو بدنا نساوي؟ select هنا where g اكثر من 50. سوري. You should have performed the following process: substitution of g prof with the definition of the view. يعني وكأنك
عملت هاي ها وبعدين عملت الفرام سيلكت مش هيك الفيو مش هيك الفيو ها ما هي هاي هي هاي هي نفسها طيب هل try to execute the query بيطلع عنا الريزلتس هاي مزبوط جاي من تو سورسز صح هاي بس عشان الالوان يعني طيب how this query is executed the query is expressed and executed by the mediator naturally since in gov to execute the query we only have to substitute the references to the gprof in the query with the mapping of gprof in terms of the local schemes this operation is called unfolding على فكره هذا بتتخيل حالك انك انت برضو على نفس الداتابيس بس ممكن تتخيل انك انت على داتابيس كل واحد بمكان بس انت عامله بمكان طيب هلا نشوف ايش اللاب اللاب here the mapping describes the contribution of the local sources to the expected extension of the global sources في عنا S1 عنا S2 هلا creative view S1 name و age as select gprof name as S name g age as برضو age from gprof في سؤال ولا واضحة مش واضحة أنا عارف إس تو نيم نفس الشيء هلا نشوف هلا let's see the mapping as a query on the global schema in this case the mediator اللي بيعمل translation execution للquery In query execution cannot perform the unfolding operation since the mapping is in the opposite direction. ما نقدرش نعمله ليه؟ لأنه بال opposite direction. إحنا أصلاً هو منين جاي؟ من الداتابيس. ليش أنا بنضرب جوا؟ So the mediator has to perform the reasoning. A reasoning. The mediator may adopt a strategy in which, starting from the definitions of the mappings, looks from names of professors. In both views and subsequently fuse or aggregate the results. هلا من شو المقصود هون؟ نرجع على الديفينيشن. نرجع على الديفينيشن تبع local views. Local as a view. Sorry. is a set of queries on the global schema that contains virtual data ما فيش فيها داتا حقيقيه one for each local local source شو يعني اللي one for each local source هون set of queries on the global لكل برضه local مربوط في global بكويري واحده هاي الكويري او هذا السورس اللي فيه الريال داتا Views express how sources contribute to the global source and the related virtual database instance. طلعوا كيف؟ هلا احنا كون هي عملية النظرة كيف نتطلع باللوكال والجلوبال الفرق في كيف الداتا من شو يعني الاختلافات بتكون في الداتا كيف يعني لما انا في عندي 100 داتابيس وبروح انا قبل ما اشوفهم بعمل كوي بعمل سكيما بروح من السكيما وبعدين بعمل ايش المابينج بعمل المابينج هلا شوي هلا لما اعمل كويري
شو بصير في عملية ترانزليشن للكويري؟ منيح؟ طيب هلا نتخيل انه الفيوجن تاع الداتا برضو كيف بده يصير؟ زي ما شفنا خالد كان في وان سورس، فخلص اذا اخذته من سورس باخذوش من سورس ثاني. طيب باللوكال از فيو شو المقصود هون؟ انه انا بيكون عندي 100 داتابيس، بيكون عندي جلوبال سكيما، بعملش الكويريز ان تيرمز اوف ذا جلوبال سكيما، بعمل من اللوكال. اذا بدي اشي من جيراني بس الجلوبال، بس كيف اوصل لهم؟ لانه هي عمليه المابينج بين اللوكالز، يعني بتطلع على الجلوبال، هي عمليه نظره على فكره، هي مش اشي تكنيكال بالمعنى. بالضبط يعني مش كبريفليجز او كريستريكشنز، هون مش كسيكوريتي بروبلم، كنظره انه كيف بتشوف الداتا. انت في مثلا بلديه رام الله وبدك تعمل كويري على كله، اعطيني كل الناس مش اللي عدت بس في داتابيس تبعتك، وبدك تربط مع جيب داتا من داتابيس ثاني. هلا انت بتروح للداتابيس الثاني من خلال من خلال الجلوبال. هنا كنا ايش؟ ست اوف مابينج كويريز اون ذا جلوبال سكيما. بس انا بدي نكون في شيء ضروري. الو، في محاضره. بدرس في محاضره. بقدرش احكي هلا، باي باي. بقدرش احكي عندي لوكال. لما بكون انا في عندي لوكال، فانا بروح على، هي عمليه النظره للموضوع، بروح على الداتا. يعني ما بشوف انا جلوبال هون الا كبريدجز لللوكالز الثاني، بينما في الجلوبال الاولى الجاب انا اصلا بشوفش الداتا، بشوفش الانترنال بتاعت الداتا، الانترنال اذا مقصود متفق عليه. فهل الاستراتيجيه هاي ولا هاي؟ حسب تستعمل مرات لاف ولا جاب. بس في دكتور هون شيء مهم، انه قبل ما حدش يقدر عليه، انه الا سيلكت ابديت ديليت سيلكت، ما حسب الديسكريبشن بس صحيح. مظبوط كلامك، بس بدي عشان اكيد الكونفيوجن، المقصود بالفيو هون مش الفيو الداتابيس فيو اللي انا وريت عليها مثال. بس المقصود فيو هون نظره، يعني حتى ممكن يكونوا مش على نفس الداتابيس بس نتطلع على الموضوع كفيو. يعني التكنيكال فيو وفكره الفيو طيب خلينا ناخذ بريك قصير. طيب هلا سيشن 13.3 بدنا نحكي عن سيناريو جديد في داتا انتجريشن. اخذنا سيناريوز قبل هيك، هلا السيناريو هاد اللي هو انا حتى مش عارف بدي اسميه فيوجن، بس شو سالتني شو الفرق بين الفيوجن والانتجريشن؟ بصراحه عندي احساس بفرق بس انا مش عارف اوضحه. يعني انتجريشن وفيوجن وميرج كل هالاشياء كثير قريبه على بعض، ساعدوني نعرف شو بيختلف هذا السيناريو عن السيناريو الثاني، وساعدوني نعرف الفرق بين انتجريشن وفيوجن. هلا واضح انه هون احنا بنستعمل RDF. بجوز السيناريو اللي حكينا عنها قبل في السيشنز اللي قبل كانت تحكي عن داتابيس سكيمز او سورسز، كان المقصود فيها اكثر داتابيسز. طيب في هذا
في هذا الموضوع اخذنا احنا قبل هيك أمثلة على وين بيلزم داتا انتجريشن. اذا تتذكروا ان كنا لو عندك مثلا بدك تسجل ايش محطة راديو وبحاجة انت تروح على وزارة الاقتصاد وعلى وزارة الاعلام وعلى وزارة الاتصالات وعلى الغرفة التجارية و و و و و و و ولما تعدل الادرس تبعك بده يتعدل فيهم كلهم وهون في مشكلة والى اخره. بجوز هذاك السيناريو بيختلف شوي. بهذاك السيناريو بجوز احنا منخلي كل واحد داتا بيس تبعته لازم ظل هيك. بس مرات في سيناريوز هاتوا يعني ناخذ مثال مثلا اخر ضريبة استعملنا يمكن هذا المثال قبل ضريبة بدها تعرف عن مصطفى شو عنده دخل شو علاقاته مع شو اولاده عندهم شو مرته عندها شو من كديش راتب بيأخذ كديش عنده أرض كديش عنده سيارات كديش عنده. هلا أنا بكون مسجل مثلا إنه أنا بأخذ راتبي من جامعة بير زيت وبس عم أنا بدعي يعني ممكن ضريبة الدخل بتعرف إيش إنه أنا عندي بس من جامعة بير زيت. شو بعرفهم إذا عندي دخل ثاني؟ يعني أنا هلا لو أبيع إشي لشركة خدمة أعمل كونسلتنسي لشركة ما بتعرف هاي. وعلى فكرة حتى لو الشركة كمان راحت حكت للضريبة عن نفسها هذا الكلام بيعنيش انه اوتوماتيكلي بيطلع عند الضريبة انه مصطفى كمان هذا هو نفسه هذاك مصطفى. مزبوط ولا لا؟ طيب اذا عندي ارض انا ممكن يعني اشتغل واخذ بدل الشغل تبعي ارض او سيارة او الاخرين. شو بعرف ضريبة الدخل عن انه انا عندي ارض؟ اذا بدهم يعرفوا شو لازم يصير لازم ياخذوا المعلومات من وين؟ سلطه الاراضي. طب اذا عندي سيارات مواصلات لازم كمان ياخذوا المواصلات. طب اذا عندي محلات غرف البلديات بجوز غرف تجاريه مزبوط ممكن ما يلزمنيش اروح اسجل شركه. وهل ما جرى هلا هذا الكلام في هذا السيناريو على فكرة ما بيلزمش ريال تايم داتا يعني انه مصطفى عنده شركة قبل نص ساعة ولا قبل اسبوع تختلف كثير. ما هو اصلا تنحسب سنويا الداتا واصلا الداتا هي مش حسابات اوتوماتيكلي هيك هي مور انفستيكيشنز يعني ضريبة بتشوك بتروح تعمل انفستيكيشن. هذا السيناريو اللي بصير في الضرائب لما تشوك الضريبة بإشي بتروح تعمل انفستيكيشن او بتعمل راندوم سيليكشن وبتعمل عليهم انفستيكيشن. طيب هلا لو بدهم هم يعملوا راندوم سيليكشن او عندهم شك في مصطفى انه بغش في الضريبه بتهرب من الضريبه وبدهم يروحوا على يعملوا انفستيكيشن شو بدهم يسووا؟ بدهم يروحوا يودوا فاكسات ويجيبوا اذن يعني البروسيس لحالها بدها 5 موظفين بس عشان يعملوا انفستيكيشن على المصطفى. هلا لو اخذنا سناب شوتس عن الداتا كل فترة معينة إيه على أساس إنه لما بصير إنفستيكيشن سناب شوتس سي دي سميها اللي بدك إياه وبدنا نعملهم هون ميكتشر هاي بنسميها فيوز. شو معنى فيوز؟ زي بخلط هلا ف المثال تبعي هون انا consider this simplified example from a government domain consider three governmental agencies that record information about companies. انه عندنا ثلاثة وزارة العدل الغرفة التجارية وزارة الاقتصاد بخزنوا معلومات عن الشركة. In this example we will integrate the three databases. كيف نعملهم integration؟ مش نجيب السكيمز ونحطهم لانه هذا مكلف على فكره انك كل مره تجيب السكيمز وترد تحطهم هذا مرات مكلف عمليه المابينج هاي انه اذا وصلتنا سكيمه فيها اختلاف صغير بنرد نعمل نرد نعيد المابينج كله من الصفر وهذا مضمن فبدنا نسويهم بطريقه اسهل
by transforming each one, each database, يعني into RDF and then concatenating the resultant RDF tables, يعني كل واحد من هذول حولناه ل SBO وبعدين concatenating هنا أيوة into one table. After that we investigate the concatenated data and link the different sources. هلا data integration هنا is simply achieved through the concatenations of RDF graphs. يعني بمعنى آخر مش كل حولنا كل داتا بيس لجراف وبس احنا شبكنا ايش الجراف ثلاث جراف. الفكره الاولى هلا it's also achieved when building and executing the queries over. يعني هلا انا كيف عملت لهم دمج او يعني بمعنى اخر كيف بربط الجرافز. على فكره قدامنا طريقين اربط الجرافز اكثر من جراف. عندي ثلاث جرافز شو معناته اربط الجرافز مع بعض حطيناهم لا حطيناهم بنفس التابل هذا مش معناته انه مربوطين صاروا ثلاث جرافز بوان تابل بس هلا هم ثلاث جرافز كيف انا بدي اربطهم في شيء مشترك بدي ايوه سيم اس يعني انا بدي اقول انه هاي النود بهاي الجراف سيم اس هاي النود هي نفسها هاي النود بهذا الجراف اذا قلت هيك معناته كل شيء لهاي النود واللي حوالي بصير كل هاي مربوطه فممكن اكثر عدد ممكن من النودز اللي هو النودز اللي هي بتكون شخص سياره شركه مكان كل هاي الاشياء فبنكون احنا ربطنا الجرافز والجرافز هون يعني ربطها مش بس نحط ون لينك وفيش عدد معين نهائي من اللينكس اللي ممكن نحطها يعني عدد نهائي براكتيكالي طبعا ثيوريتيكلي في عدد نهائي ف بس على كل حال هذا الموضوع مفيد ليه لانه مرات انا ما بيلزمنيش اعمل لكل اربط كل النوت هون بكل النوت هون اذا انا بدي اعمل انفستيجيشن على مصطفى او على شركه اكس بطلع على هاي الشركه بشوف كمان شو النوتس اللي هون اللي قريبه عليها بتعنيها الى اخره وبس بربطها وبالتالي بقدر اعمل كويريز على هذا اللي ايه صار فيوزد جراف او وان جراف اللي هو الريزلت هاي اول طريق هاي اول طريق اعمل فيه رابط بس في طريقه اعمل فيها رابط كيف دخل كويري يعني خليهم ثلاث منفصلات بس لما اعمل كويري بقول بعمل جنب يونيون فهمتوا علي هلا هاي عنا المثال في عنا شركة كنا هاي في داتابيس هاي عنها هاي المعلومات هذا وين موجودة وزارة العدل إلها كود سوري هون عنا شركتين إلها إلهم كل واحد إلها كود إلها نيم أدفوكت آي دي كونتري سي دي ويب سايت والأدفوكت هاي رقمه هاي اسمه أنطون دعيك وهاي الكنتري وهاي عندنا ادفوكيت ثاني يعني الادفوكيت اللي هو ايش محامي الشركه هاي الادفوكيت اي دي واضح مفهوم طيب هلا ايش بسوي انا تعرفوا تسووها هاي سهل حطيناها ار دي طيب عندي شركه ثانيه وين سوري عندي في الغرفه التجاريه في عندي هاي الشركات لاحظوا بس نتذكر اسماء الشركات هذول شو هم فيوتشر تيك وفلسطينيان انتيكس ها هلا انا عندي هون كومباني ريجستريشن نمبر لاحظ هون كومباني كود هلا هون كومباني نيم هون نيم في عندي فلسطينيان انتيكس ومجدل سوليوشنز طبعا هذا كله اشياء فيك يعني ها. طيب هون كومباني ابريفيشن هون فيش ابريفيشن منيح هون في عند الادرس هون في عند الكنتري والسيتي منيح طيب وهاي في عند الاونر هناك في عندي اونر لا ادفوكيت ما بعرف شو ممثل الشركه ايوه هو
هون عندي اونر وهون عندي هاي الاونرز سوري هاي هون الاونرز وهاي ايش بس انو اونز وات ها معايا عرفات خليكي معايا امينة هلا فانا شو انا بس نتذكر في عنا الاونر نيم الاونر اي دي النمبر الباسبورت نمبر تبعه الفيرست نيم اللاست نيم دي او بي ديت اوف بيرث بروفنانس وفي عنا سيتي وهون في عنا اللي هو الرقم الشركي ورقم الاونر الرول تبعه ومن وين انت وهاي ايش سوينا فيه كبناها في كلب ارضي افتل انجاز التعبير طيب عندنا هاي وزاره الاقتصاد عندنا كومباني نمبر كومباني فول نيم كابيتال كابيتال كرنسي لوكيشن لوير اي لوير نمبر تاع الشركه الاونر واللوير طيب وهي كمان ايش كبناها في ار دي اف تيبل اس بي او لهم نفس الفورمه هذا تخيل انا عندي عمليه ان الكونكات عمليه اني احطهم في ادمجهم ادمج الثلاثه داتابيسز مع بعض كيف هيك بس تخيل انا هون فيجواليزيشن للفكره اذا عندي انا تو هون بس مثال على اثنين مثلا هاي ازرق اصفر احمر زائد يعني هاي بس تلوين سبجكت بريديكت اوبجكت والسبجكت بريديكت اوبجكت فلما انا بحط هذول يعني هذا زائد هذا شو بيساوي حطيتهم بس فوق بعض واضحه في سؤال يعني انا مش شرحته بس هاي المصطلح طيب هذا اللي قلنا عنا ثلاثه تيبلز لما حطيناهم عملنا بس insert into select all from كذا فيش شيء ثاني هلا linking resources هلا how are same entities described in different databases links datasets by linking the global identifier that is the URI let's have a look اللي هي كل هاي هذا الاشي same as هذا الاشي هذا وين ممكن احطه كل تابل نفسه فكنت ما بحط هذول على فكرة في يعني حدا سألني قبل هيك ممكن احط هذول في كلب التابل ممكن احط هذول في تابل لحال هذا كله مش مهم حسب كيف بدك تستعملها الاسهل الك تستعمله بعدين بجوز اسهل عارفين شو ان ايش نساوي نحط التابل لحالهم بس في الاس بي او شو نساوي نعمل ريبليس وين ورد هذا استعمل واحد استعمل واحد اذا بديش ارجع بجوز مرات بديش داعي ارد ارجع لانه هاي العمليه سكريبت تكتب يعني هاي هاي انه اول وحده هاي سكريبت بتدبه كله مره واحده ها سكريبت الثاني بتدبهن ثالث سكريبت هذا يعني بتعمل له بتقدر تعمل له رن وهاي هاي سكريبت ثالث وبعد ما اعمل السكريبت الثالث يبقى هذول عندي على جانب انا مستنتجهن من ايش مستنتجهن يعني عامل كويري في ثلاثه تيبلز وكان هذا الشخص هنا يعني انا مقرر انه هاي سيم از هاي بدنا نقولز معينه مستنتجهن وصار هذول التيبل عندي ف ممكن اعمل ريبليس لهذاك التيبل لان بقدر ارد ابني كمان مره باي وقت بدي اياه هلا اذا عملت هيك قلت هذا اللوير هو نفسه هذا اللوير هذا الاونر هو نفسه هذا الاول الشخص هذا هو نفسه هذا الشخص بعدين الشركه هي نفسها هي الشركه بغض النظر عن ارقامها افترض جدلا ان عملنا ريبليس شو صار ونقرا هلا زي ما قلت لكم هذه السيم از في يعني اذا بدي اربط ثلاثه جراس في اربط نود وحده في اربط قد ما بيلزمني مش شرط اربط كل شيء بكل شيء قد ما بيلزمني ها هلا في سؤال ما بين السيم از يعني مستوى القيم تبعت قيم عقول يعني مربوطه
رقم 10 هون بيساوي رقم 20 هناك مثلا. اه هل لما عندك داتا كبير هذا تروح لهم كلهم تقول هذا نفسه هذا نفسه اه ولا لا هلا هو يعني اوكي يعني سؤاله اذا بدي اذا بتسمح لي اعمل جنراليزيشن لسؤاله اوكي طب انا عندي هذول الثلاثه داتا بيس يا عم انت مورجينا فيه بس ايش مورجينا هون تو ريكوردز تخيل انا عندي 10 ملايين ريكورد في كل واحد من الثلاث هلا شو بنساوي وبسيطه انا يعني ممكن اعمل لك سكريبت بيكتشف لك انه هاي الشركه في الداتابيس الاولى هي نفسها هاي الشركه بنسبه 99% صح يعني كيف اذا كانت الشركه رقم تسجيلها مثلا اي سوري مش رقم تسجيل تاريخ تسجيلها دي سيم وكان الاونر دي سيم كان نفس الشركه طيب شوي وكان الجزء الادرس دي سيم وكان كذا دي سيم يعني انت ايش تكتشف السيم از بكويريز فهمت علي كيف يعني طب لو اسلمك انا هسه اوكي انا بدي اورجيك مثال انت من بلديه نابلس واعطتك وزاره الداخليه الداتا تبعتها تقدر تكتشف انه الاشخاص المسجلين في الداتا بيس عندكم سيم از ارقام ناس ثانيين موجوده في وزاره الداخليه جيس كل حسب رقم الهوية إذا تكرر رقم الهوية بس في مرات مش عندك أنت رقم هوية حسب إيش حسب الاسم الرباعي موافق يا لحاله مكفيش شوي شوي كمان قول الاسم الرباعي إذا كان اسم الأم يعني هي أنت زي اللي بيعمل كريتيريا افرض إنه عندك أنت 20,000 واحد في بلدية نابلس وأربع ملايين واحد في لا انت مش تمسكه بايدك يعني مش شرط تمسكه بايدك وتقول هذا سيم از كيف ممكن تساوي انت انا بسالك انا اللي بدي اسال انت عندك بجوز 20,000 شو 20,000 بجوز عندكم 300,000 مثلا في نابلس اشخاص نص مليون ووزاره الداخليه في 4 5 مليون ريكوردز بدك تحط كاتيريا معينه رقم الهويه اسم الرباعي تاريخ الميلاد اسم الام جميل تقدر تعمل لي كويري يعني ضمن هذول الكرايتيريز تقول هنا يطلع لي الريزلت تيبل في رقم هوية اللي جاي من بلدية نابلس اي سوري مش رقم الهوية رقم اللي هو البرايمري كي تبع الناس عندكم انتم وبحده رقمه في الداخلية تقدر هيك كويري هلا هاي الكويري تقدر دي شو تساوي تخزنها وين في التيبل ها وتحط بينهم سناس يعني اوتوماتيكلي بتعمل لها جنريت مضبوط صح بس يعني يكون فكر انه كحقي يعني حقي اللي هون اللي هو مثلا النيم هون السيم اس لا 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 ما بتطلع على ما بتطلع على النيم بتطلع على ايش انت اشياء معرفه احنا قلنا هاي الاشياء السيم اس ما بتنحط بين فاليوز بين يو ار ايز مش فينا سبجكت اوبجكت بريديكيت سوري سبجكت بريديكيت اوبجكت ها هلا هذا يو ار اي هاي ما بتحط هاي انت سيم از اونر او سيم از كومباني او سيم از جيروزاليم او سيم از يو اس دي او سيم از لا انت ما بتحطها بين ايه يو ار ايز يعني اللي هي زي برايمري كيز هي اللي هي طبعا على مستوى اوكي سميه سنجل ريكورد هو مش ريكورد انتبه هو في الداتا بيس تاعت الداخليه تاعت بلديه نابلس لما في معلومات عن شخص هو مش ريكورد لانه في معلومات كثيره في تيبلز ثانيه انت ممكن تعملهم جنريت هذول يعني بتقول انت ممكن تعملهم جنريت بنسبه لازم يعني كيف حسب انت قديش بعنيك يعني لازم اذا بدك تبكى 100% ولا بكفي 90% انهم يبقوا سيم از يعني لا على مستوى كومباني نمبر وكومباني ريجستريشن نمبر هلا بريديكيتس يكون عندنا مثلا بريديكيتس لو مسجله يعني بالاس بي او هلا على مستوى البريديكيت بنقدر نقول مثلا هو
على مستوى سكيما قصدي. لا لا سيم از اول شيء هاني سيم اول شيء خلينا نتذكر سيم از بين ايه بين شو بين الانديفيدجوالز واذا بدي بين كلاس شو بكون هو ايوه هذيك اسمها كوبيلا. ممكن تعالجها بالسيلك، هذا هو اللي قلته انا في البدايه انه مش شرط تدمجهم. خليني ارجع هون. شو قلنا هون؟ داتا انتجريشن اسمبلي اتشيف ثرو كونكاتينيشن اوف ار دي اف جرافز اوكي هون اند لينكينج ديفرنت ريسورسز لانه بنحكي عنها، او ات اولسو اتشيف وين بيلدينج اند اكسكيوتينج كويريز. يعني اذا بدك عن شخص واحد بس، انت عندك ثلاثة جرافز وبدك بس تقولي بس عن مصطفى، بدك انت ضريبة الدخل وبدك بس تحكي عن مصطفى، فيك داخل تقولي له والله اعطيني كل المعلومات عن هذا يونيون داخل الكويري، وفينا نربطهم وبعدين نعمل الكويري بغض النظر. انا يعني هذول انا الابليكيشنز اللي انا صحيح شفتهم في عيني لهذا السيناريو اللي هم الضريبي كثير رائع. مثال الضريبي عليه يعني شفته انا في ايطاليا، اجوا هو باولو بوكيه بالمناسبه اللي هو معنا في المشروع وحيجي في المؤتمر 27/6 حيحكي عن هذا المثال. اخذوا الداتا من عده وزارات وطبعا اشياء سيكريت، هاي يعني سيكريت بمعنى يعني سوري مش بابليك، وبسباركي عملوا انترفيس لسباركي وصاروا يعني مأمور الضريبي. طبعا عملوا اللي هي هم اخذوا من الداتا بيسز عملوا يسموها سيمنس، مرات بنسميها سيمنس يعني اللي هي سيم از، عملوا سيم از لكثير انتيتيز وبعدين عملوا انترفيس لسباركي وصار موظف الضريبي يجي بالله هيك بعمل كويري عن مصطفى بيقول مصطفى اونز بي ام دبليو او طبعا بيعطيه رقمه. هلا هذاك شو بيساوي موظف الضريبه؟ مش بضل يكتب سبارك الكويريز، بيعمل على هاي دبل كليك، اول شيء برسم له اياه جراف بيعمل عليه دبل كليك ايوه دريل داون انه ايش فتح له كل الكونكشنز اللي هم يعني سوري الايدجز البريديكيتس، انتوا عارفين هذا رسم له ايش اللي طالعين لهي السياره، لكنه هاي السياره مصطفى ايش مثلا بملك، يعني هو مش لحاله بملكها، بملكها كمان مع واحد او هو هذاك الواحد طيب وهلو مجر، لكن مثلا عنده ارض، الارض هاي مثلا وين تشتراها، يعني بيعمل عليها دبل كليك مور الضريبه بيشوف اوه هاي مشتريها وين كبي شهرين، طب كبي شهرين معناته مر له مصاري، يعني فاهمين انتم كيف، يعني هو مش ماجيك بس هذا السيناريو بيعطيك اوفر فيو للداتا وكانك انت بتعمل اكسبلوريشن من انتيتي معينه شو علاقتها مع الانتيتي الثانيه. وحكيت انا قبل هيك يمكن السيناريو الثاني الجميل جدا لهذا اللي ممكن نستعمل فيها التكنولوجيا اللي هو المخابرات والشرطه يعني نفترض انه صار حدا دعس حدا على دوار المنارة، حدا دعس حدا على دوار المنارة، عرفنا أنه الشخص اللي دعس يعني داعس خلينا نقول ما عرفناش، نعرف شنو الشخص، نعرف شو رقم السيارة اللي كان فيها مرتكب الجريمة، ضرب واحد، هذا الواحد إيش عرفنا رقمه. طيب بعد شهر في الخليل مثلا في حدا ضرب حدا بالسكينة، عرفنا انه اللي ضارب، عرفنا انه اللي ضارب، بيجوز انسرك محل وانسرك محل في بيت لحم، عرفنا انه السارق. طلعوا هذول ثلاث، شو بعرفكم شو العلاقة بينهم؟
انت طلع بين في الاخر، انتبهوا معي، السياره اللي دهست في رام الله صاحبها ابن الشخص اللي ضرب سكيني في الخليل، واخو او ابن عم الشخص اللي سرق في بيت لحم. هلا كل هاي الاشياء انت كيف تعرفها؟ مش شرط في ايدك تعمل الاناليسيس، انت ممكن تعطي بشرة، تعطي رقم السياره، رقم سياره، وتقولي له شو العلاقه بين هاي السياره، طبعا كلك شو العلاقه يا بشرة بينك وبين سيارتي اللي واقفه تحت؟ صاحبها. انت بتعرفي المخابرات شو بعرفها؟ الشرطه شو بعرفها؟ هلا اذا هاي التكنولوجيا موجوده فهم ايش بصيروا يقولوا اوبس، بشرة بتدرس مادة، اللي بدرس المادة فلان، فلان مو صاحب السيارة، أقول لك فلان هي سيارة مش اللي بالمناسبة، لا أخوي، فلان أخو صاحب السيارة. فنلك العلاقات بين انتيتيز، هذا أناليسيز، يعني أنت ممكن يعني لو أنا هلا عندكم أنتوا خير حالكم بعدكم في الجامعة وكم تعملوا مشروع. ونيجي لذاتا من عدة مناطق وأنا أعطيك توجد اللينك بين تو انتيتيز، اعطيك انت تو انتيتيز وتوجد اللينك بين، صعبه كويس. طب عارف هيك ايه مفيده في الحياه، في الشرطه، الشرطه وفي المخابرات وفي وعلى فكره خلينا اطور مثالي على الشرطه. طلع كمان يا سلام، الشرطه فيش عندها داتابيس مخزن مثلا فيها كل شيء. الشرطه كيف بتيجي الأشياء، الداتا، المعلومات أو المخابرات، كيف؟ محاضر أو مندوبين بكتب تقارير. طيب يلا، هذا تيكس، هذا تيكس، هذا مش ار دي، كيف ممكن نساوي؟ يعني في عندي أنا هيك أبسط سؤالي، فتحوا معي شوي محمد، في عندي أنا داتا يعني على هارد ديسك 25,000 فايل، كل فايل فيه تكست، كلها عبارة عن محاضر وتقارير، نذكر فيه كام فلان بعمل كذا، فلان سوى كذا، وتقارير مندوبين، تعرفوا هاي القصص. طب أنا كيف ممكن أربط كل هاي الأشياء بحيث أعمل كويري أعطيك تو انتيتيز وتعطيني اللينكس بينهم؟ تحول كل شيء في داتا. اوكي، اذا قدرت احول كل شيء فيه لفاكتس واخزنه في داتا بيس بكون شيء جميل جدا. في شيء ابسط من هيك؟ بس بدي يعني هذا خلينا نقول الفيري ادفانس كيس. بنجمع كلهم مع بعض في ملف واحد. شو استفدنا؟ ما ترجع لهم على الاسم اللي بدك اياه. لا لا، هذا هيك ما بتقدرش، هذا هيك عرفت، بقول حطهم ملف واحد وخلي سيرج تاع الشرطة بيعمل كنترول اف وبين وين حط عرفت. لا هذا مش كيف. طيب كلكم كيف تقدر تحولهم ل HTML HTML ببساطة، صح؟ تقدر بعدين تعمل بارس وين نذكر رقم هوية، تعمل له زي يو ار، يعني تعمله كليكابل لينك، مش كليكابل لينكابل، يعني تاجز، تعمل تاجز داخل التكست بحيث وتقول مثلا ورد مثلا كلمه مصطفى جرار. هلا انت بصير تبدل مصطفى جرار وتحط جوا، مش قدام كيف الويكيبيديا بتوديك على طيب. هلا بعدين صارت، وممكن نضيف قصدي لما تقول مثلا مصطفى جرار جوا من وراء، مش للي مش بين قدام اليوزر، انه نعملها نحطه كمان رقم هويته، نروح نعمل له لوك اب، نعمل نحط رقم هويته، صح؟ طيب وين وردت رام الله؟ كلمه رام الله كمان من جوا بنحط نعمل لها كود عشان نقول، فبنربط كل ايش كلهم مع بعض. هذا اذا ربطناهم بالمناسبه كلهم مع بعض
هاي اول ستيب. ستيب الثاني انك مرات توجد العلاقه، يعني بتصير تقول ايش مثلا مصطفى lives in رام الله، و بدك تبلش تعملهم هذا ستراكشر، يعني قصدي الفاكت بس مش كلها، الا بالزمه المهم. ومن هاي الاشياء انت شوي شوي بتحول برنامج، او اثناء الواحد هو بيكتب بالمحضر بيطلع له، هو بيكتب مصطفى جرار كيف الفيسبوك، وانت تكتب بيطلع لك حط اوكي، هي عملية تاجينج صح. وبالتالي بتحول الى جراف، بنحول ال 25000 دوكيومنت عندنا لايش؟ لجراف. وبعدين شو بتساوي عليها؟ كوير زي بابل. منيح هذا السيناريو الثاني؟ ثاني شوف شو ضل عنا. ف هون نفس ما فيش شيء جديد، يعني انه عندي هذول A و B و C، هاي داتا ايتم، ايتم وهذا الايتم وهذا الايتم، اذا حط سيف از الانتجريتد فيو هو بصير الجراف النهائي، وانا الابلكيشن تبعي بتطلع على الجراف. في اي سؤال؟ في اي سؤال؟